قل في آخر أسئلة هذا السائل، هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ لا، الموت يكون في كل يوم على حد سواء، ولو كان للأيام مزية لكان يوم الاثنين أولى بها، لأنه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا أعلم ليوم من الأيام مزية في الموت فيه. نعم.